كتاب تداول في المنطقة أو Trading in the Zone لمارك دوغلاس، هو كتاب بيتكلم عن السيكولوجية والعمل النفسي في التداول. كان نقاشنا في آخر لايف عن الأسئلة اللي بيعرضها الكتاب في أول فقرة، ومن أهم الأسئلة دي هي أول أربع أسئلة، وأولهم: لكسب المال كمتداول لابد أن تعرف ما الذي سيفعله السوق لاحقا، أوافق أو لا أوافق؟ هنجاوب على الأسئلة دي من منظور احترافي ومن منظور واحد لسه ما خدش خبرة كفاية في التداول. فلكسب المال كمتداول لابد أن تعرف ما الذي سيفعله السوق لاحقا. المبتدئ دايما بيجاوب وافق، اللي عنده خبرة هيعرف ان الإجابة لا وافق. ليه مش محتاج تعرف السوق هيعمل ايه قبل ما تخش الصفقة؟ لأن أولا بدخولك الصفقة وعلمك ويقينك التام ان الماركت لازم يمشي في اتجاه معين، هيكون من الصعب عليك جدا قفل الصفقة اذا مشيت عكس الاتجاه، لانك مش هتكون مقتنع وهتكون مصمم على رأيك وممكن يكلفك الحساب. تاني حاجة ان انت بتشتغل بارباحك بتيجي عن طريق عينة صفقات وليس صفقة واحدة. فالنقطة اللي انا بتكلم فيها كتير، اذا عندك استراتيجية بتضمن لك مثلا 10 صفقات ربح من 15 صفقة وخمس صفقات خسارة، اذا انت محتاج ال 15 صفقة كاملين عشان تتم العينة، ولكن لا تعرف الصفقة القادمة هي جاية من الخمسة الخسرانين او من العشرة الربح. اجد نفسي افكر ان لابد من وجود طريقة للتداول بدون احتمالية خسارة، وده السؤال اللي بيضيع عليه المبتدئ معظم وقته في البداية، وضيع وقته ومجهود بانه بيبحث عن طريقة يتداول بديها بدون ما يخسر. للأسف مفيش الكونسبت ده او طريقة التفكير دي، المفروض ما تبقاش موجودة في حرفة التداول. احنا في التداول بنعتبر الخسارة هي تكلفة لدخول الصفقة، تكلفة لان احنا نمشي البيزنس بتاع التداول بتاعنا، وهي اداة لاستخراج معلومات للماركت، والمفروض الا نعتبرها خسارة. فهل هناك طريقة للتداول بدون خسارة؟ لا يوجد. والمفضل ان انت بدل ما تبذل مجهود في البحث عن طريقة تجنب الخسارة، ابذل مجهود في تعلم ادارة مخاطر، ابذل مجهود في تعلم في اعداد تقارير واستراتيجيات تلائم منظورك للتداول. السؤال الثالث هو: تحقيق الارباح كمتداول هو نتيجة للتحليل بشكل رئيسي. المبتدئ دايما بيعتقد انه قدر يعمل فلوس لانه حلل السوق بصورة صحيحة، وده اعتبار خاطئ للتداول. المحترف يعرف انه ارباحه بتيجي من اخذ العينة بدون تغيير، اتباع ادارة المخاطر مناسبة، واتباع استراتيجية التي تلائم ادارة المخاطر وليس العكس. المبتدئ دايما بيحط التحليل أولوية وبعدين بيبني كل حاجة بعد كده، أو ما بيعتبرش خالص الأمور التانية. ولكن التحليل هو جزء لا يتجزأ من ثلاث أجزاء في التداول لا يمكن الاستغناء عنه. فبحثك المستمر عن استراتيجية وبحثك المستمر انك تكون صح في الماركت للأسف هو طريق غلط وهيكلفك كتير على الطريق. وآخر سؤال هو: الخسائر هي عنصر لا يمكن تجنبه في التداول، أوافق أو لا أوافق؟ إذا أنت متداول عندك خبرة هتعرف إن الخسائر لا يمكن تجنبها في التداول، ولكن يمكن إدارتها، تقليلها، والتعلم منها عن طريق تقاريرك الخاصة. إذا ما قريتش كتاب التداول في المنطقة أو Trading in the Zone أنصحك جدا تقراه، لأنه بيعرض رحلة المتداول في البداية وإيه الأمور اللي هيمر بيها، وبالتالي تبقى عندك استعداد حتى لو مريت بالأمور دي تبقى واعي وفاهم هتحل المشاكل إزاي. أتمنى أكون قدمت معلومة مفيدة، وأشوفك الفيديو الجاي.